alors انا هنا في المخيم ديال لون سي اف 3ام بيريود 2019 عجبني المخيم بزاف اللي عجبني فيه انه لي مونيتور كانوا لنا مزيان لي شامب بيان كليماتيزي بروبر لي اكتيفيتي اللي كنديروهم في الصباح كنديرو انرجي صباحيه باش كنفيقو مزيان معاهم وكنبداو لي جورني ديالنا مزيان ابري كنديرو انشطه اختياريه الى باغ اكزومبل اما في سونتر اما في لا بلاج يا دنهم في سونتر باغ اكزومبل كنديرو تياتر لا دونس كالكول مونتال اكسترا الى هبطنا لا بلاج باغ اكزومبل كنديرو بنياج فولي بنياج فولي ولا مثلا كنتعلمو كيفاش نحافظو على البيئه اولا مثلا نتعلموا نتعاملوا مع السلامه الطرقيه شي حوايج كيفيدونا في الحياه اليوميه مثلا ابري ميدي كنديروا نشيط مسائيه باش كنبداو السواري ديالنا كل نهار كنديروا السواري بشكل باغ اكزومبل كنديروا مارياج ماروكان اولا غوت تالنت غوت تالنت اولا مثلا سينما عجبني المخيم ولكن اول مره غنجي لهاد المخيم هو عجبني بزاف وتشكر المؤثر ديالنا ودائما في الصباح تنديروا داك الشيء متوازي ودائما في البحر تديروا لينا داك الشيء تاع الرياضه ودابا نقول لكم حيت هاد المخيم تاع سيكاك زوين بزاف الجامعة الوطنية الكشفية المغربية كتدخل في التجربة ديال الشواطئ النظيفة تقريبا هذه الدورة ديالنا 17 ومع المكتب الوطني سكك الحديدية للسنة 12 الحمد لله لأن كانت بدينا صغار وحنا كنكبروا دابا الحمد لله حنا كبرنا اوني مير بفضل المساعدات المشروطة ديال المكتب الوطني سكك الحديدية وانا كنخص بنا أصيلة بغي نشكر هنا بحرارة الأخ ديالنا الأكبر الحاج حميد لأنه مسهل علينا كل شيء والكشافة قايمين بالدور ديالهم على الحد الآن أن البرنامج تنفذ تقريبا 80% وحنا تقريبا أنا وصلنا النص ديال البرنامج ديالنا وحنا غاديين وتا الفيلاج ولا حتى الشاطئ أن استأنس بالوجود الكشافة كانت عطلوها غير 5 دقائق تيقول لك الكشافة فين هو ولكن الحمد لله التواجد دائما كاين وحنا دائما الشعار ديال الكشفية هي من أجل الصالح العام هذه العملية ديال الوجود تواجد عناصر الهلال الأحمر في أصيلة بالشاطئ إن هي تأتي في إطار العملية الكبرى وهي الشواطئ بدون مخاطر اللي هي في شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يسهر على أن تكون الوجوج المستفيد ميسرا بالشاطئ حيث يقوم بالعديد من العمليات داخل فضاء الشاطئ حيث يقوم عناصر الهلال الأحمر بقيام بخدمات تجاه المستفيد من بينها الجرور وإسعاف الغرقى وإرسالهم عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي كما يقدم خدمات طبية في مجال الخدمات البسيطة أو الجروح أو ما يسمى بحروق الشمس فعملية شواطئ بدون مخاطر من أهم البرامج التي تعاقدت معها في إطار المكتب الوطني للسكك الحديدية ومؤسسة محمد السادس للبيئة لكي يكون الولوج إلى الشاطئ ميسرا المكتب الوطني للسكك الحديدية كينظم بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين مخيم صيفي بمدينة أصيلة هذا المركز ديال أصيلة اللي متجهز بتجهيزات عالية الجودة منها المكيف لي شغلي هو كيتواجد على البحر بيس سور مير وتجدر الإشارة بأن معنا في هذا المخيم يشاركون أطفال ديال جمعية ابني وفي 2019 بالضبط هاد العام هذا كانوا معنا كيشاركوا معنا أطفال ديال العصبة الوطنية لحماية الطفولة سنتر للمريم مركز للمريم
اللي كيشاركوا بعشرة ديال الأطفال ذكور وعشرة إناث، وهدف هذا الشيء باش يندمجوا مع الأطفال ديال السكرتين. المرحلة الأولى كان عندنا 97 طفل، المرحلة الثانية كان عندنا 144 طفل، وفي المرحلة الثالثة 129 طفل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.